الو، وصلنا الى ختام الحلقه. ابو عابد، شكرا على حضورك معنا. كلمه ختاميه. ابدا، انا يعني تشرفت اليوم في الحلقه الطيبه مع اخواني الطيبين. سمعنا اشياء طيبه، اصوات طيبه، نفتخر فيها والله، وقدامهم مستقبل باهر ان شاء الله. وايضا سمعنا ترحيب اخواننا اللي ما يبغى غريبه عليهم، اللي رابين عليها من اسلوب اباهم وجدهم قبل. وسمعنا كلمه الوقف، كلمه طيبه ومختصره، وفيها يعني روح المؤاخاه. فانا اشكرهم وادعو الناس انهم يتبرعون في الاوقاف الطيبه اللي لها فوائد للمجتمع في وطننا الحبيب. ولا خلا ولا عاد، وسلامتكم وعفاكم. احنا نشكرك على حضورك معنا احمد. شكرا على حضورك معنا. ولا تسلم. اولا شكرا لك انت على هذه الحلقه المميزه، وشكرا للمتسابقين والضيوف. اليوم تشرفت صراحة واستمتعت، وشكر خاص لقناة الواقع لأنها فعلا هي بوابة نجاح لكل من يبحث عن نجاح. الشباب هذول ما شاء الله تبارك الرحمن في هالمكان الطيب، وبإذن الله نشوفهم في أعلى المنابر الإعلامية بإذن الله. وديد الجلاوي، شكرا على حضورك معنا. الله يبارك فيك ويحيي مباك. من يسمع نوره أنا مجيد مقدمات ولا جيد الخاتمة، ولكن أتمنى إن شاء الله أن نكون أنا وأخويا مرحبا. أجل الله يستمتع الشيء اللي جزي لهم. والله يطول عمرك. أنا لو استرسل في الكلام أجيب العيد على طول، لكن خير الكلام ما قل ودل. أبو فهد، الله يعافيك. كيفية السم؟ أول شيء الله يعطيكم العافية، وشكرا للمتسابقين على الترحيب والاحتفاء، شكرا لقناة الواقع على الدعوة. أنا عندي رسالة للمشيدين في الساحة وعلى رأسهم محمد الزعيزي. اسمعني محمد، أقول عندي رسالة للمشيدين في الساحة وعلى رأسهم أنت، على كمية الإبداع اللي سمعنا الليلة. أنا أقول حزموا حقائبكم وغادروا الساحة، جايكم منشدين مبدعين يستاهلون مستقبلهم، بياكلون الساحة عليكم. حلو. أرد لكن اللي تبي. راح دور، راح دوره يا فهد. ها راح دوره. لا مشكلة باقي جاك دورك. رد. والله يجزاكم خير على التنويه على وقف كفالة اليتيم. وحنا ان شاء الله، انا بالنسبه لاخوياي اللي معي ان شاء الله ما احنا بخالي يطلعون من هنا الا متبرعين. الله يبيض وجهك يا ابو فهد. الله يجزاكم خير، وشكرا للمقدم المبدع المتالق فهد البقومي. الله يطول عمرك. الله يعطيك العافيه على كل حال. الله يعافيك. ابو حسن، كلمه ختاميه يا ابو حسن. ختاميه شكرا يا ابو حمود. كلنا سلمان، كلنا محمد، هذا الامر الاول. الامر الثاني بالنسبة للردي على أبو فهد، سلمت. إحنا إلى غدرنا غدرت الساحة معنا. الله يردون عليك الشباب. نعم الشباب يردون عليك. ترى هم يردون عليك. رد. الشباب عندهم 90 يوم بيردون عليك إن شاء الله. ها أنا أقول الشباب 90 يوم بيردون عليك وبتشوف. والله والله أنهم مبدعين. شوف 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 كيف كسبت. يا الربع صلوا على النبي، ألعنوا الشيطان، قولوا لا إله إلا الله. أنتم مبدعين مبدعين. الله يشبك الله يشبك. بيض الله وجهك. وجهك ابيض. بيض الله وجهك يا علي بن هادي. شكرا والله يا ابو حمود. شكرا للنجوم المبدعين. والله انه شرف لنا ولي انا شخصيا اني الليله معهم. والله اني صادق، والله انه يزودني. الله يطول عمرك يا ابو حسن. وحنا والله متشرفين باللي مثلك وشرواك يا حبايبي. احنا والله متشرفين باللي مثلك وشرواك. شيء ودي اقوله، والله شفنا روح في الشباب ما شاء الله تبارك الرحمن، كفيله انها تنجح النسخه ما شاء الله تبارك الرحمن. ما شاء الله. مشاري يا شباب، مشاري الحلقة. شكرا لك على حضورك معنا. استاهلون يا شباب طبعا. يعني ما شاء الله كلكم ابدعتوا، ما نقول في احد احسن من احد. وانا طبعا ما اقول اني احسن منكم، انا اصغر منكم عمر وخبره، وانا اتعلم منكم كلكم. شكرا، كل عام وانتم بخير. شكرا. طيب الله وجهك. لبيك.